Thank you.
يكل اللسان وينقطع المداد، وتقف كلمات الوصف عاجزة حائرة أمام وارثنا النبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العلماء ورثة الأنبياء. وما أعظم قول الله جل شأنه حين يصفهم في كتابه العزيز فيقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. نقف في هذا المكان وقت إجلال وإكبار في أول أيام عيد الأضحى المبارك أمام ضريح فضيلة الشيخ الهمام الخازن للسر المعنوي سيدنا أحمد الخزنوي، حيث اعتنى بإقامة هذا المقام نجله فضيلة الشيخ عز الدين الخزنوي قدسنا الله وإياكم بأسراره العلية، وسار على نهج والده وأخويه. فهنا في هذه البقعة الطاهرة ضريح كل من فضيلة الشيخ أحمد الخزنوي والشيخ محمد معصوم الخزنوي والشيخ محمد علاء الدين الخزنوي قدسنا الله وإياكم بأسراره العلية. فتقف الألسن عاجزة لا تستطيع التعبير عن حياتهم التي أفنوها بالكد والعمل بالإخلاص للإسلام والمسلمين في كافة بقاع الأرض. فها هي الوفود المؤلفة تأتي لزيارة ضريحه وزيارة الشيخ عز الدين الخزنوي قدسنا الله وإياكم بأسراره العلية ونفعنا الله ببركاتهم أجمعين. تأتي من كافة بقاع الأرض لتبارك لهم بعيد الأضحى المبارك، وتنتهي محاسن البشرية جمعاء، ولا تنتهي محاسن وفضائل ومزايا سيدنا وسندنا الوارث للسر المعنوي الشيخ أحمد وأنجاله الكرام قدسنا الله وإياكم بأسرارهم العلية. فهم نجوما مشعشعة أضاءت للألوف من البشرية دروب الهداية وعادتهم إلى جادة الصواب. فنخاطبهم ونقول لهم في هذا اليوم: رحمكم الله وتغمدكم في فسيح جنانه، ومتعنا ورزقنا الله قربكم دائما وأبدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعكم في الدنيا والآخرة. أن تشرفت
يعبون ثم تعالى بالنبي وإيمان عريب قليل لكن أمكرنا جواي وأمتا في أمتنا عليه الصلاة والسلام ومنظمة جميع أنبياء المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين التهنئة والسم تبريكا والسم سعيدة أضحى وتبجن عينا مظن ويتعالى حرفات سلوى بديني عن بديني ويتعالى عز وجل عالم إسلامي كذب عزيز كريم ومكرم كريم عودة بدي إنسان مسلمانة كما وجعلي من روحني بدي في خوش بدي وهو يتعالى عز وجل شرف إسلامي مظن كريم نصرطة ديني خدايا كلمة أخرى بجنسي يشتغالي أبدا بحالي بجنسي لي أم يجي ويتعالى عز وجل ويتعالى عودة بكي في حيث كل حيادة كالسمان والسلمان والعربة وسبين ويشتغالي وفيات افتراق لك جنابين وعلادة حتى ذو الحزة ونفقهم أم هيكتي خوية تعالى عز وجل خوية تعالى عودة بني وأم جعلنا تدين في إخوان خوية تعالى قاعد كرية قاعد كرية بطشا شريف جنة آخا دولاوي سرور دولاوينا أغاسية دولاوينا نجاسة الشهورة قاعد أردتني وقيت على أرض فلسطيني مدراجة أهلي وانا دولة سوريا ومدراجة كل أراضي المسلمان لكل مكان ولا مدراجة يا أخوة أنا تكلمت دعوة الله أن يعيد الإسلام إلا أن يعني كلمته ويقوم إسلامه ودينه أبدو لكم يا أخوة غاية بعد المسلمين عن دينهم وأذكر لكم الفرق العظيم والدور الشاسع بينما نحن عليه وبينما كان المسلمون عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه الحب فداعى له سائر الجسد بالزهد والكم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون في كل مكان مو الإخوان مو الأقارب مو العشيرة مو أهل القرية مو أهل البلدة أحضار الدنيا بأجمعها المؤمنون كان جسد الواحد إذا اشتكى حكم الإنسان أخوة كل واحد منا يعلم يعني. برس وعلي علم كل جسم مريض رأسه في صداع كل جسم مريض وهكذا
إخواني الأخوة، إذا تألم المسلم في مكان ما بألم، المفروض إذا كان مؤمنا فيه أن يتألم بألم ذلك المؤمن. هكذا كان الأوائل للمسلمين عليهم. انظروا هذا اليوم يا أخوة، مو بس في الأماكن البعيدة، مو في المحافظات الأخرى، مثل العوائل الأخرى، حتى بين الأخوة والأقارب صار البعد والنفرة، لا يتأثر ولا يتألم بألمه الشيخ الفرق البعيد. ما عجيب هذا؟ أعراض المسلمين في أقصى الدنيا لما كانت تغزى، المؤمنون يهبون لها ويتمنون أن يحضروا لاسترجاع أراضي المسلمين في آلاف الكيلومترات. ونحن في بلدنا مع إسلامنا مع قدسنا إلا من أكرمه الله، لا يبالي ماذا يعمل ويعبث اليهود في بيت المقدس وفلسطين والسودان ولبنان، هل مجاورين بس هيك؟ وناتي إلى بلدنا بالذات بعد بيت المقدس، الدولة أمطأ في أراضي للناس على الحدود، خط واحد بين الأرض وأرض الثانية، الأهالي يتقاتلون على إعوجاج الخط، على خط والخط ليس بملكه، الدولة أعطته، أراضي البلاد أراضينا جميعا في الجولان المفروح. يا ترى هل يتقاتل المسلمون على استرجاعها؟ نقول بالنسبة للدول الثانية تقول ايش رايح لي، لكن نحن كمسلمون في سوريا ونقول بيت المقدس والكعبتين خايف الحرمين. خير أقوى مرات أنا أشك في إيمان الناس، والله إنه والله صعب علي ترجمة، ولكن باعتبار ضيوف الكبر فليعلموا بالحال أيضا، كل واحد حسب يبلغ من في دولته يعرف أحوال المسلمين. يعني مسلمانا مجرى دوه ومتعاكنا ويتعالى عز وجل شرف السلام البقري اشتغاله كلمات مضربت لي والتقوية الديني هو السلام معهم. إذا أصبحتم أجوانا يحسن لتقاس فرقة مات إسلاما بدا فرقة إسلامي بني تقاس يا كريمة وشوقا تيك انتو يا عنا ويت على قلاتي سيدو ملا سيدو في رمضان بوكي عليه الصلاة والسلام مؤمنين مسلمان في كل مكان نبوا
على المؤمن يتعلم بحسب إيمانه مقدار إيمانه. هذا مزاج أخوة، كل واحد منا يعلم هل إيمانه كم قدرة. فيا أخوة، باعتبار ما نتعلم ما يسأل بعضنا لبعض، ولا دولة مسلمة لدولة مسلمة، الله تعالى يبزينا باليهود وأمريكا وعوالم. أما لو نرجع إلى ديننا وإلى إسلامنا وإلى أخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يكون العز وكل العز الإسلام، وما يكون هناك لا تمييز ولا فرق، كل يكون سواسك أسنان المش، وإنما يتفاضلون في أعمالهم. فيا أخوة، المفروض فينا أن نرجع إلى ديننا وإسلامنا إذا نريد العز والشرف والمدنية الحقة. علينا أن نرجع إلى ديننا ونتمسك بديننا. مع الأسف الشديد، الأعداء كلهم يحسبون حساب إسلامنا، إسلام الدول الإسلامية والمسلمين فيهم. مع الأسف عم نبتعد عن ديننا. الدول الأجنبية كلها تخاف عن تعلق المسلمين بأخلاق نبيهم من الصدق والأمانة والشهامة والرجولة والإخلاص، يخافون ومع الأسف الشديد نحن المسلمين نبتعد عن أخلاق سيدنا محمد. مع ذلك نريد العز والكرامة. هذا تمني. مع هذا عم نريد المغفرة والإيمان. خلاص الإيمان يختلط. هذه من أمنيات يا جماعة، أمنيات. قال سلمان مع الأسف الشديد عم تشبهوا
زائد ستين مرور أو أعدائنا أعداء مسلمان دولة أجنبية تب حسابات إسلامي ومسلماني تشكيت لنا لما حسابات بل حساب روسيا وشوعيات كذا أو جود أو تبيجي مقضاء كذا وانا لكن إسلام مسلمان برجع لي وامان لكن مع الأسف أنت مسلمان يا خطر جميع دولة أجنبية حساباتكم أخلاقي في خبر عليه الصلاة والسلام قود مسلمان هذا عنه لو حيوانا تب دنياها أي مسلمان أخلاقي في خبر تبرطان وديع حتى روحي خوش يقول تنشهيد كذب أو جبور ضعف وديع عز وجل جبور خافي إسلام سلب للنبي جبو خافي ديني في خبر عليه الصلاة والسلام بلغتي جبو أراضي المسلمانة قوبين حبس كري تسني كافرة تركب حتى قول رحي خوتم تبي قول رحي خوتم لغا ما وارعا جبو رضا خودي أخلاقي ما كنت بين المسلمانة أقم ميرانية مردائية حشي كرنا كهدائنا عبدية لكن مع الأسف أم دفع البلد إذا قال مسلمانا أقا مروج دل مسلمان أقا يتل هاي الدين إخو هيا أقا يتل لكي شرف وكرامة وإزيد قال قالك مقربة إسلام ودين إخو لو رأى مسلمان عز وشرفة وكرامة على الإسلام أو كسي وكسيدنا عن خطاب موسى رضي الله تعالى عنه أو كسيد وبقري من شرفه وعزه كرامته نلوي إسلامه ويتعالى ويوي دليلك حقيقك ويوي بيسك أجا المسلمان إيه مسلمان ولا أذكر الرباب ديني خلق أرجو منا أجنبية يا أخوة أنا ذهبت إلى الأجانب إلى الدول الأجنبية إذا كان ألمانيا هولندا السويد ولندن أنا جي في من دخل الإسلام أما لا يسألوني هل الناس يدخل الإسلام فكنت أقول لهم يا حبذا لو المسلمون لا يتركون دينهم ما من الأجانب نريد يعني هذا على سبيل المثال يعني ها لو يبقى المسلمون على إسلامهم لا يسلوا كفرا هل يا كفار لا يسلوا وثاني أخوة كانت الجهة الإسلامية في هذه الأماكن كانت قريبة إلى الكفر والعياذ بالله حتى يا أخوة مستعط الواض في بعض الدول أقول يجب أن يكون بينكم وبين الكفر فرق في ترك أعمالهم لئلا تدخلوا مع نسائكم في البحر ولا ترقصوا مع نسوانكم على نسوان العالم لا ترقصوا امام المجتمع العالم لا تاكلوا ذبح غير المسلمين ماذا كان جوابهم اللي فيه الخير يقول يا ابن الشيخ والله انا في حياتي أنا ما دخلت البحر مع
محل السؤال الغير. انا ومرتي ندخل بقى هنا وجاي ومرتي هون والاخر هو يعني مع كل مع بعضنا لكن مو بجنب بعضهم. هذا اللي فيه شويه امور الدين. الاخر يقول يا ابن الشيخ والله انا ما عم بنص ونقص مع السؤال العالم. انا ومرتي ننقص ومرتي ينقص وماسك مرته ويحتضنها والثاني يحضنها أمام المجتمع عم ينقصه. هذا اللي فيه الخير يا أخوة. الآخر يقول يا شيخ ابن الشيخ والله ذبح غير المسلمين ما دخل بيت لكن أكثرهم أصحاب المطاعم بياتوا بلحم غير ذبح المسلمين بيعطوا للمسلمين وغير المسلمين. هذا اللي فيه روح. ولكن يا أخوة هذه الدول والهيئات التبشيرية عم تسعى لأن تكفي المسلمين بدءا من أولادهم إلى الآباء من مدرسة الحضارة إلى الجامعة. كلها تبشير وتنقيص في عقولهم حتى يكفوهم ويعطون أموال طائلة مغريات والعياذ بالله. ولكن يا أخوة بجوز نقول هؤلاء في الدول الأجنبية وقليل من يسعى لنشر دين الله خالصا لوجهه الكريم. أغلب الهيئات وإلا النادر الهيئات الإسلامية التي تبلغ كل هيئة من قبل دولة من قبل حزب من قبل جهة لذلك ما بتأسف. أغلب الهيئات مأجورة عم تشتغل بالأجر كل هيئة على حساب دولة. وحتى كانت الهيئات تجمع أموال الإسلام عم تأكل أكثرها. ولما كنت أقول بعد الحمد والصلاة أقول يا جماعة الحمد لله لا أشتغل بالسياسة ولا أجمع أموال الناس وأنا ما أتيت من قبل دولة في سوريا أن أقتيت على حسابي الخاص. فكانوا يتعجبون. يا اخوان بدنا نقول ما في هناك من يبلغ وتحت تاثير هيئات التبشيريه. لكن هنا في سوريا يا اخوان بلد الاسلام خلينا نتامل فينا وفي مصيرنا يا اخوان. كم وكم اسمع من هذا العربي يقول أنت صائم وعيب عليك أنت صائم أنت رجعي. وأبوه مسلم جده مسلم إلى رسول الإسلام هل هم يقول هكذا؟ وعلني عم يشرب السيجارة في المجتمع ولا يخشى من الله ويقول رفيقه ثاني كمان افطر أنت رجعي. هذا الإسلام يا جماعة. كم وكم يبلغني هذا الكردي يقول التالي الكردي أنت رجعي بعدك وعيب عليك أنت صايم. هذا الإسلام يا جماعة. وبلد الإسلام نحن فيها ومع ذلك نقول العز والشرف غير عز وشرف. يا جماعة تركنا ديننا وتركنا إسلامنا. الله تعالى لا يسيب لينا إلا أن نرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر ورب العالمين يأمر جل جلاله. رب العالمين يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم يعانيكم نار. احفظوا أنفسكم أولادكم من نار جهنم. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول بهذا المعنى: كن كالمراقب مثل مخابراتي على أولادك، عملوا يسرقوا، عم يفسقوا على الكبريات، على السينمايات، أو على الجوامع، على العلماء يتعلمون دين الله. كل واحد منا يعلم هل هو ماشي في دين الإسلام، ألا تارك دينه وفي بلد الإسلام أقوى. والله دو أزوجنا
جناحون أم خركية نكبة بحيدة أم جناح البيت بحريدة وجناني مو جناح وش بيتين وإيدي جيولو في أواحي أم إيه روح في دايا أما سرها بسبينو بيج مسلنا بنا وادنين كانوا ما تنقوا بجناح ولا كتير بحريدة غبنا أريد العمري خدا والله يكون شيء أم جناح خركية نرقسيمة أم جناح نرقسية أم جناح خدا قسم أو جناح نقسي وجمها أغلبي وانا مطعمي وانا لما زبيحة كافرة ثانية ما لقوا لا بدينا مطعمي ودنا مسلمانا ودنا غير مسلمان هبقى دول إسلامي كتنا أي تشخوا والعياذ بالله أجنبي وانا أيكم مديدم إذن ألمانيا من ألمانيا في ذكرنا هناك إيه لندن إيه لندن في ذكرنا هناك شيء هو نظر هو نظر ذكر ولكن يا جماعة بركي أنفيجن كسلين جوار جبو خدي بي بركي أنفيجن أو اثنين سيطرة كافرة وانا كان حالي خرمي في انسوي دم دولة اسلامي دم ابناء مسلمانا من حكم كي ما نعيمو اسلاما معايا كي ما نعي حريتها معايا قريب سلمانا أبقى عالمها موش دنيا يتمي جمع قوية المعروف ومن عبا نقي جمع تقول حتى إذا نقول موش غير سوري يجني سيانة دامة تبقي خارج سوري هذا حتى البطل عنده أبقى زعب إذا كأميزين حالي ما جاوان شقام ساعة كريه قريب سلمانا وتيج مرتين وتم يا عرب بيجي يا عرب فديناك تبروجيا باش جواي باش كتيا شارع بسيوي تيش كرات بخوي عالم وهبالي خوش كيس فطرين اي كرمان بيجي اي كرمان حياناك تبروجيا باش كتيا يعني مسلمانة أبحقي مسلمان فيها أبحقي إسلامي في تبليوي أم العز وشرف يتقرن كرامة المقام يتقرن وعز وشرف تنية قلي مسلمانة جوي ميكي مسلمانة وكل جيلية مسلمانة مين إلا كلاب أم بقر رباد ديني هو إسلام أخرى أو ناكي شرف وكا سيدنا الخطاب ودل أبطالو موتي أم قوم كيولونا إنسوا شرف هذا الإسلامي أو كسيف وشرف بخواني نبري إسلامي ويتعالى من سليل كي حقي كي بيسكي إجا رياض يا ويقالي مسلمانا تقمين من يا ركب بكر الباري يا أخوة بعد هذا يا أخوة وأنا مريض وثقوا يا ناس من فضل رب العالمين مع مرضي لو أتكلم إلى صلاة العصر لأكل ولأمن بجوز بعد ذلك أمر ما به نعم لكن به من سروري معكم بسروري تبليغ دين الله سبحانه وتعالى لا أحس به فيا أخوة بعد هذا وقد طولت عليكم الناس على الشمس وأنا واثق إن شاء الله تأتون لوجه الله ولولا مجيئكم لوجه الله تستطيعون تنتظرون هذا الانتظار وفي الشمس ومن أماكن بعيدة وتتركون أولادكم أهلكم أقاربكم وتأتوا تعيدون عند مرقد الشيء ودار كرام ومصرون لا أبدا لوجه الله إن شاء الله فيا أخوة قد يعلم بعضكم هذه ما كنت الأشياء التي ذكرت فعليكم أن تعملوا بهذه الأمور ترجي إلى دينكم وسلامكم
فتاتوا إلى هذا المكان يا إخوة، تاتوا لوجه الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يا إخوة أكرمنا، الفضل لله والشكر لله يا إخوة. الله تعالى أعزنا بالإسلام وأعزنا وأكرمنا بآداب الشيخ الخزنوي وأنجاب الكرام. هذا العلم يا إخوة مو بس